شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واعتقالات واسعة طالت 40 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة. وقال نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق نار كثيف لنيران في مناطق وأحياء متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، فيما اعتقلت البحرية الإسرائيلية 5 صيادين في بحر غزة. أضاف نادي الأسير الفلسطيني أن المواطنين اعتقلوا بزعم أنهم مطلوبون بتهم أمنية، وجرى تحويلهم إلى مراكز تحقيق. أعربت فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا عن قلقها العميق إزاء التوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ودعت إلى تجنب أي استفزاز وتصعيد للعنف. الدول الأربع قالت في بيان مشترك إنه بات من الضروري تجنب أي تصعيد جديد، وحضت جميع الأطراف على الامتناع عن أي استفزاز أو عمل أحادي الجانب. ينضم إلينا مدير مركز بروكسل للدراسات الدكتور رمضان أبو جزر، أهلا وسهلا بك معنا. دكتور، ماذا يعني أن تقوم هذه الدول الأربع بهذا التصريح وفي هذا التوقيت تحديدا؟ مساء الخير. ترحماتنا للشهداء الفلسطينيين الأبرار. البيان الرباعي هو بيان استباقي للدول الأربعة، حيث أنهم بدأوا يعلمون جيدا أنه كلما اقتربت دورة انتخابية إسرائيلية يكون هناك تصعيد إسرائيلي على حساب الدماء الفلسطينيين. هذه المرة أوروبا مهتمة جدا باستقرار المنطقة، وتخشى أن يؤثر حتى على اتفاقات استخراج الغاز التي جرت بين إسرائيل ولبنان. تخشى أوروبا أن تشتعل المنطقة من جديد وهي بحاجة لاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط. لديهم حسابات أخرى مختلفة، ولكن الموقف الأوروبي كان دائما داعما للاستقرار والابتعاد عن العنف ووقف الإجراءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. هذا البيان لم يكن ليصدر لولا الإجراءات الإسرائيلية التعسفية التي تنظر إليها بروكسل بحذر شديد، بأن هذه الإجراءات يمكن أن تؤدي إلى انتفاضة ثالثة. هذه الانتفاضة الثالثة من المؤكد سوف تؤثر على استقرار منطقة الشرق الأوسط، خاصة أن هناك تهديدات وهناك لديهم معلومات بأن هناك جهات فلسطينية غير الجهات التقليدية مثل حماس والجهاد بدأت تمارس عملا مقاوما ويحظى بشرعية شعبية فلسطينية وخاصة في الضفة الغربية. الإجراءات الإسرائيلية التعسفية أغضبت المبعوث الاتحاد الأوروبي للأراضي المحتلة، الذي أصدر بيانا بالأمس وأول أمس، واليوم كان البيان الرباعي من إيطاليا وفرنسا وإسبانيا بخصوص ضرورة ضبط النفس. نعم، ولكن ماذا سيعني هذا البيان على الساحة الدولية؟ هل سوف تضغط مثل هكذا بيانات على الاحتلال الإسرائيلي من أجل إيقاف هذه الموجة من العنف؟ البيان كبيان لا يعد ذو ثقل ضاغط على السياسة الإسرائيلية، ولكن يعتبر مؤشر لرفض هذه الدول أو رفض الاتحاد الأوروبي بشكل عام الإجراءات الإسرائيلية التي تقوم بها في الضفة الغربية، خاصة في هذا التوقيت بالذات، ولخشية الأوروبيين أن تتصاعد هذه الأعمال الإسرائيلية كلما اقترب موعد الانتخابات الإسرائيلية، لأن المعارك الانتخابية الإسرائيلية حسب عمليات الإحصاءات التي قام بها الأوروبيون في السنوات العديدة الماضية، كل مرة تقترب الانتخابات الإسرائيلية تزداد وتيرة العنف من جهة الطرف الإسرائيلي، وهناك أثمان كبيرة. هذه المرة الأوروبيون يريدون البدء مبكرا بالضغط على إسرائيل، وإن كان بإمكانهم أن يقوموا بإجراءات مثل الإدانة أو توجيه لوم أكثر من هذا البيان الذي يعتبر أقل ضغط ممكن يوجهه الأوروبيين لإسرائيل. هل على السلطة الفلسطينية وعلى الجسم العربي عموما استغلال هذه الحاجة الماسة لدى الأوروبيين لما في هذه المنطقة من خيرات تحت الأرض من أجل تحسين الأوضاع فوق الأرض؟ للأسف هم لم يقوموا باستغلال هذا الموقف الذي أو ليس بكلمة استغلال، بالاستفادة من هذه المواقف الأوروبية المتقدمة. استثمار هذا الموقف لم تقم أي جهة، ونحن على أبواب انعقاد قمة عربية، ولكن الدبلوماسية الفلسطينية تعمل، الأردنية تعمل، لأنهما في بروكسل جهات ذات اختصاص وذات حاجة لاستقرار المنطقة، ولكن للأسف لا يوجد سياسة عربية موحدة بشكل عام
تريد أن تستثمر حاجة الأوروبيين لاستقرار المنطقة لصالح القضية الفلسطينية أو لكبح جماح العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. هل التغيرات التي تشهدها الحكومات الأوروبية وذهابها أكثر نحو اليمين المتطرف سوف يكون رافعة من أجل إبراز القضية الفلسطينية أم سوف يواجه بموجة أخرى من العنف الإسرائيلي؟ لأن الحكومات الأوروبية اليمينية في حال وصلت إلى السلطة لن تكترث بما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة. للأسف للطرف الإسرائيلي لديه استراتيجية للتعامل مع أي نظام حكم يصل إلى العواصم الأوروبية. أما الطرف الفلسطيني والطرف العربي، الطرف الفلسطيني يعتبر عاجز عن مواكبة هذه التغييرات، يحاول، والطرف العربي أعتقد أنه لا يبذل الجهد المطلوب لمواكبة التغييرات والتعامل مع ما هو موجود. لا يمكن أن نقرر للشعوب من الذي سيحكمها، ولكن هذه الشعوب عندما تختار هيئات سياسية يمين وسط، ديمقراطيين أو اشتراكيين، يجب علينا كشركاء للأوروبيين في هذا الكوكب أن نتعامل مع هو موجود في سلم الحكم في هذه الدول. الطرف الإسرائيلي يتعامل بجدية، هم يدرسون حساباتهم مبكرا. نحن لا في بروكسل لم نرصد عمل دبلوماسي عربي مؤهل للتعامل مع أحزاب اليمين أو يمين الوسط إذا أتت إلى الحكم. شكرا جزيلا لك مدير مركز بروكسل للدراسات الدكتور رمضان أبو جزر، كنت معنا من بروكسل.